ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أنت كبعد ورجال وحين أقبلنا صنعين إنه بلونه كتاب كومجعس يهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، صلوا كما رأيتموني أصلي. كتاب كان أولي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وحم ليلة مجع عيسى صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة التكنجري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نبي صفة يقابك نبي عليه الصلاة والسلام صلاة التكنجري من التكبير لقبل أبو الله أكبرت إلى التسليم إلى الجارة يسلام نفسك كأنك تراها سيدي إن الأركي سؤوك له صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كبرى يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سيدي إن الأركي سؤوك له قابك النبي عليه الصلاة والسلام تمنجري وحنا ندري شدي النبي عليه الصلاة والسلام حديث لي صلوا كما رأيتموني أصلي وردده وداتو كان إيسان وحقوتو كتان سيدي أدقو أركتين أنيقو أوتو كنية صلاة نبي عليه الصلاة والسلام والأمن هاي وحيالها كلا أردن وحي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى جبريل لوغسو دي بجري ونبي عليه الصلاة والسلام لوغسو قد بجري لكن صلاة نبي عليه الصلاة والسلام هبيك الله يلمي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نبي عليه الصلاة والسلام يقول للمي بو إلهي سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام ستو سبو قديم لكن نبي عليه الصلاة والسلام للمي إلهي سبحانه وتعالى نبي وفق قصو فرد إلى لوسو بي بكونت الصلاة دوت هبين كي يمانتي لتكدو مركو سود دقي ونبي موسى صومري نبي موسى ويدي نبي عليه الصلاة والسلام وكو يري نبي محنو كو سود دي بي وحي يكونتن صلاة دو ديبو نغو بوير واحد ويدي ستا يعني إنو كافو ضيوه محيّر واحد تجابي ومد ضيدي ومد دادو كما بحي كرتو نبي عليه الصلاة والسلام سوء نغو نغونا يي مرنا وإله سبحانه وتعالى وسو ويدي سناء تخفيف يفضين مرنا نبي موسى ديبو قعلنا يي شنتا صلاة با نبي عليه الصلاة والسلام وصف رضي الله وكان نبي توص بإله سبحانه وتعالى وصغاتي قاب لو تكر لو تكنا يا نبي عليه الصلاة والسلام جبريل بابري يساعدها لا تكنا يا محلية دا صلاة هو يسوق لين نبي عليه الصلاة والسلام جبريل بأويمي وتجينا يا أما تكنا يا فك صلاة رمتي وأرنت النوع عصوية نبي عليه الصلاة والسلام الحديث بيقول كل إياه إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته وأحور يقفك مالت قيام الله ودينا يه حق عبادة وصلاة سوية صلاة الله ودينا وحقوهور عبادة الله ودينا حديث ما هو في ليه هاي ما كان لقاه الله يحرق ذا بين آدم كوحقوهور يقفك الله ودينا يوردي كوي دي قال خلا قلاي بعد سوي دينا أما عبادة نبي هو في ليه وحقوهور يلقو ودينا وصلاة هذه صلاة هذه نقصان يرجعه إلى سبحانه وتعالى وحق كل يوم ملاك تبل صوفيرية أدون كي منه هايست السنيان يتدور صلاة بلوك بيامك هذه أيضا هايسن أما صلاة هذه حماتي ألقى واحد قرن يسعى إن حاجة هذا أي في عينين مرك صلاة سيد النبي قلت كان جريان وبرتوي ما هو واحد لسكبر برتما وأنا قاب كن النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر جريان كنت أنا قاعد أذكر مساجد كان صدق هوري يوضي وكنت كنا يمنع تكنا أي أو آخر يمشي ولا هايس الله بدر على بدر سجودات رب اغفر لي وارحمني وهجرني أرجع وهجرني نواتقاني وإلهه يقف قوي إلهه يقدر يعني قف كاسي
dambi kuma aha qof wax laga yaab soo aqoon laakiin qofkiinu bartaa fiican ilaan laan loo sheegay oo la yiri maaratay arintaas waa khaldan yahay waxaana keenaysa qofku qaabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam looga soo naqliyey inta badan waa inaan soo baran ee waxaan soo barannay dhagaysi iyo tilmaami soo barannay nabiguna xadiis buu ku leeyahay xadiiskan sheegayay salluu kamaa ra'aytumuuni usalli qaabka u tukan jiro tukada qaab kale ma jiro salaadana nabiga calayhi salaatu wasalaam intaana kitaabka gudagelin nabigu waxa uu leeyahay khamsu salawaat افترضهن الله عز وجل شان صلاة دوت با إلهي نكو فرضي يالي من أحسن وضوءهن قفك هجاجية ويصدوض وسلاهن لوقتهن تكذا وقت قيدي تكذا وقت قيدي تكذا وأتم ركوعهن وطام يال ركوع دوضا وسجودهن سجود دوضا طام يالا وخشوعهن خشوع دوضا طام يالا كان له على الله عهد أن يغفر له ilaahay ninkaas ama qofkaas allah wuxuu u ballan qaaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku laasimiyey inuu qofkaas dambi dhaafayo soo maarataan waman lam yafcal qofkan saa samayn oo aan salaadii taam yeelin waqtigeedii tukanaynin qofka noocaasahi falaysa lahu cala allaahi cahdun ilaahay agtiisa kumala qofkaas wax ballan in shaa gafara lahu hadduu doono alla u dambi dhaafayaa wa in shaa cadabahu hadduu doono alla subxaanahu wa tacaala cadaabaya marka waxaa la rabaa qof markuu tukanayo inuu salaadii qaabkeeda barto waa laga maarmaan wey nabigu maalin maalmaha ka mid ah waxuu soo maray uu tegi doonaa xadiiskan qof tukanayo salaadi boobsinaya qof tukanayo salaadi boobsinaya oan yacanii tumaanina waxaa loo yaqaan ku xasilayn rukuucdii ku xasilayn sujuuddii ku xasilayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii ninkaasi saa ku dhiman lahaa diinta nabi maxamed diin aan ahaynba ku dhiman lahaa soo maarata salaada waa muslim masaajid buu ku jiraa salaada waa muslim masaajid buu ku jiraa wamaca daalika waxaa lay diin aan diinta nabi maxamed ku dhiman lahaa maxaa yeelay qaabkii la rabay in loo tukado uma tukanayo marka inaynu iska ogaano waa laga maarmaan weeyaan na qaabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam u tukan jiray kitaabkan runtii wuxuu soo koobayaa waa jirtaa kutub badan oo ka hadlay yacni salaada laakiin intooda badani madaahibta madaahibta bay uga hadlaan yacni kutub salaada ka hadlayso madhabka shaafici oo kale keliya ku kooban oo sida mataqaanaa safiina salaada kitaabka u naqaano oo kale oo waxaa laga yaabaa axaadiis sugan oo kale ama nabiga ka sugan salaada aynusan sheegin oo madhabka u nusurayo madhabka wax u qaba keliya uu sheego waxaa jira madaahibta kalena waa leeyihiin laakiin kitaabkan wuxuu kaga duwan yahay sheekhu waxa uu leeyahay anoo kitaabka loo yaqaan atrqiib watarhiib kitaabka loo yaqaano xaafid mundiri uu leeyahay anoo akrinaya bi afar sanaan akrinaya bi waxaa ii muuqatay buu yidhi marka markuu kitaabu salaad dhammayn akrinayay kitaabkaas dad buu akrinayay oo waxaa ii muuqatay inaan ayan jirin kitaab gaar u ah salaada oo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii ka sugnaa keliya lagu sheegay sidaasaan ugu istaaga bi marka inaan dadkii maaragtay kitaabka aan qoro aan alifo marka waa arki doonaa kitaabkan insha allahu tacaala axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam buu soo yacni la imaan doonaa waxba madhabiyo iyo maarata shaafici muxuu qabaa xanaabiladu maxay qabtaa midna ma oran doono insha allahu tacaala kuna dheeraan mayno akrintiisa haddaynu fahanno macnaha iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam qaabkuu tukan jiray sian ognaa kitaabka intaas hore oo dhan ilaa laga soo gaaraya bogga lixdan iyo lixaad waa muqadamaad weeyaan muqadamaad u horeyso kale aada bay u tira badan tahay dhowr toon baal weeye wuxuu ku difaacaya kitaabka ama ku difaacaya oo qolaha yacni madbacad hadda ka hor daabacday baa waxay sameeyeen qaybna ku siyaadiyeen qaybay ka nusqaamiyeen yacni aqwaal uu shiiku ku hadlay bay ka tageen waxa uu sameeyey marka tiibuu marka ku difaacaya arrintiibu kaga hadlaya iyo laba muqadamo yacni madbacdaha kitaabka la xidhiira si kastaba noqota beijka ama bogga lixdan iyo lixaad buu kitaabu ka bilaabanaya istiqbaalu kacba meesha ayadaa kitaabku ka bilaabanaya insha allahu tacaala istiqbaalu kacba kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama idaa qaama ila salaati istaqbala alkacbata fi lfardi wاlnafli wa amara bidalika sala allahu calayhi wasalam faqaala limusii'i salaatihi idaa qumta ila salaati faasbiq alwuduu ثم استقبل القبلة فكبر
استقبال الكعبة كعبة أو لقابله وحو كبلا بي كعبة إن لقابله حقه روح الشيخ خوش يكتاب كما كان الله صفة سيد نبي من التكبير إلى التسليم إنه التكبير تلقى بلا أدبرنا يسيد إلى مارتي سلام النقصي لكن وحو كور مريي شرط كمدة شهود صلاة كعبة أو لقابله سلامنا يعني سلادو سلادو وحل هذا شهود بالله واجبات بالله قبل هذا الله قابل لو جستا وحكم تهاي صلاة الشروط هذا شروط الصلاة مركب في رسالة كتبته سنة مثلا يعني مذهب شافعي ذو كلام هذا كتاب أوه الرجل يا بسجع ذو كلام شروطها صلاة الله بوكلا صارية شروط وجوب الصلاة شروط قف كي يكون واجب الصلاة صلاة قف واجب كتاع شرط بالله كرام وحكى لو جرى شروط صحة الصلاة صلاة قفل كأن صحة شرط لقربه مركز استقبال القبلة وحي كم تهي شروط صحة الصلاة صلاة دادا إنه كأن صحة شرط كم ده شروطها سوية شروط وجوب الصلاة وحي كم ده يعني قفل الإسلامي الإسلام والبلوغ ساسو كره قفل الإسلامي هاي إنه قانقاري هو شروط قفل كي هو واجب سو قفل الإسلام هي واجبكم أخر شروط صحة الصلاة صلاة دادا إنه كأن صحة شروطه واحد كم ذا قبل لو جلسته طهارة دي بقى كم ذا وقتها إنه سوق على وقتها بقى كم ذا استقبال الكعبة كم ذا استقبال الكعبة كعبة إن لو جلسته وشرط كم ذا شروطه شرط ذا هي ركن ذا ده كله كتبته وربو أذكر صبرتي واحد يقول دوين شرط هو أما شروط الصلاة وواحد صلاة كوريه وين سيدا يعني طهارة ده وكله قبل اللوجيست ووقت قال الجلاي صلاة دولي ما أدري واحد كهرباء أركان الصلاة نوع صلاة الإحرام دوية تكبيرة الإحرام كي قرآن فاتح هذا الأخرنا والركن ركوع دو الركن اعتدال كي والركن سجود دو أساسه كله مركو حكوا دوية ركن وحلها وحكوا دحجرة صلاة هذا قولي أنا قلت يركن سمارتا وكل دحجرة ركن وطير دوية مركو أركان الصلاة وصلاة وحكوا دحجرة دوية فاتح هذا كله والركن هذا قطعته رجع داسي حبك من جتوينا أخذها شرطنا واحد كوره هو استقبال القبلة يظهر ذكره استقبال الكعبة كعبة قابلة هذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحها إذا قام إلى الصلاة صلاة مركو يستاوه نبي عليه الصلاة والسلام وحها استقبل الكعبة كعبة متقابلة في الفرض صلاةها فرض كأه يو النفل يسمى يا شباب نبي عليه الصلاة والسلام وحها متقابلة وها مركو وصوحه كله يهي هذا شيء مقطوع به لتواتره وشيء أن أو ست تواتره نبي عليه الصلاة والسلام وصقنا ضبطنا كوريا نبي عليه الصلاة والسلام إن مركو قبلة تكنا يعني قبلة وجلسنا قبلة مركز جنسي كذا سانو شيء نشد ويان هذا قبلة وجلسنا هذا قبلة قرنا هذا وجلسنا صلاة داسية هذا شرط بقى كمان صلاة ما قال كتبة قبلة مركز قفك أركية سيدا كتبت يعني فقه كشيغان قفك مقالة مكجو كعبة دي أركية يدا عين تيدو جيسنائي كجيسن ماي يدي بو يعني سكوب بيغي أما قفك مكج خارج كذا جوه ينموغن لنا عيادة أما الجهاد يدا أيو جيسنائي سيدا نوو قلي نوو هذا مقرانا ماشي عينهان ماشي تالي توس أم جيسن كرنو لكن ماشي نقحكتي بينو جيسنائنا مرمر بعدين الجهادة أتوكان يسيد وصلاة أتوكان يسيد لكن أي واجب كون نقول إن قبل الجسد يدل واحدنا إن شاء الله تعالى صلاة فرض كأي السنة النبي عليه الصلاة والسلام وحها مد ولا جسد كعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحها إذا قام مركو يستاجو إلى الصلاة الصلاة استقبل الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام كعبة يقابل جري في الفرض صلاة فرض كأه يو النفل يصلاة مارد السنة لبضب وأمر بذلك وأمر صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك أرنكاس قفكم مركو تكن أيه إنه قبلة أما كعبة وجسده قبلة أو كعبة ويان قبلة هو راجرتي أو لوجي سنجر بيت المقدس يذن وين أخذنا إن شاء الله تعالى مرك النبي عليه الصلاة والسلام لوش شيء وحي كسر الدقي إنه بيت المقدس إيمان توجد ما يستين لوجسده كعبة لوجي سنا أيه يقاب كي لوجسده أو تجدونا لكن مركو رأي اللي حيتهم بلوط إلى تضبيطهم بلوط بواحد لوط كنا أيه
دين عبيت المقدس بلوتو كناي وأمر نبي وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك نبي عليه الصلاة والسلام أركاس وأمره فقال وحجري لمسيء صلاته نك صلاة سحمين يبو وحجري وحمد كتاب كاني حديث كان نكاس والنبي براي إنه قصة عنايه مسيء صلاته بعلم ويقان نك صلاة سحمين أي أما يكحماتي أما يعني هذا سكلا نك صحابي خلاد بن رافع بالي هذا بجس خلاد بن رافع بوهاب الأورنجري مسألت قصو قلي قدال بوكتو كذي مركو صلاة كبح النبي قوي مو سلام السلام عليكم نبي قوي عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي أردو تأدب النقطة تكو ماذا تكني نيك برلاد بسوت تكد مركو صلاة ما يستو النبي قوي نبي قوي حكو يري أردو النقطة وصوت تكو ماذا تكني صدح قرب كسال الله عشبه حكو يرسولك إليه وإنت وحان الماقان مك النبي قوى باري مك نبي عليه الصلاة والسلام وهو براي قاب وتكناي وقبل أمشى أولي هاي إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر مركا نبي وهو الشيء أنت واجبك الحديث على قطع أنت صلاة هذا واجبك وحكم غير معناه كعما كرلو تاجي أو كلي وكم قيين تشوف كبح أو كلي وكم قيين مرك حديث أبو نبي عليه الصلاة والسلام كبر أي صلاة مرك شيخ إن شاء الله تعالى مرب قيب وسوق على دوره هل كان مركو مرة استقبال كعبة وحو يري وأمر صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وأمري بذلك أرنك أسب أمره فقال وحو كيري لمسيء صلاته إنك صلاة سهلين يبو وحو كيري إذا قمت هدب استاكته يعني مركا دونتو إنا صلاة أكعبه إلى الصلاة صلاة مركا دونتو إنا استاكته فأسبغ الوضوء ويصدق كحي الله روما كوري سفي عنه ويسقاده فأسبغ وحق كحي الله راتا الوضوء ويصدق ويصدق مركا ويسقاده نيسو حلقا ربا إن المتقى الناس سفي عن أبو ويسقاده نبي قفو أركدد ويسسنا أيه وعربه أيه أي بنايه ويل للعقاوي من النار بنبي رب عربهاس هلاك بأسبنا هذه النار صلاة النبي عن وسلا مركو السق هذا نعم أيضا ما يسترهيني. وكنبي وحي فأسبق واحد كحيل لراتا الوضوء وسلا. ثم كبعد استقبل واحد قابشا القبلة قبلة قابل فكبر الله برده. فيري حديث كان نبي وحي كويري نكا مركو براي مركا عرب صلاة أو كعدو تكته أرتصو وسق هذا. كبعد قبلة أجنسو مؤر مركا نويته وصلي فرض المؤر. فيري حديث كان. قبل وجه سوء فكبر الله أكبر به يعني واحد قف أهري وكبر أبي وتكبير توي الصلاة الله أكبر وأنا ركني من أركان الصلاة وياه كما تلكتت هذه أتكتك تو مركز سجودي أمر قعد له مريسا صوح الصتو رقعد له مريا صوح الصتينا تكبيرة الإحرام هذا الحرام رقعد له ربك مجنان تازك بلا ويسا مركو ركني كم من أركان توي ما كان النبي وحي لي قبل هذا وجه سوء فكبر أكدونا مرك أحاديث بدون نبيه مرك صلاة حرنا أتكدونا كل تكبير تاسب أركنا يعني علماء اجتهاد يعني السمائي با يعني كلام ما هني فإحنا بقى عليه صلاة وسلام كسوة الله إن أتكهر مرة صلاة تكبير تا وحيال رسول مارتن ويت وصلي أكلا لأن النبي نوري مورا سحاب دين نوري مورا قف واحد ربي من يجسته نيضن وحوى إنه حكمة وحبنا كمل أركان توي أنا من كورني يجسته والله أكبر ترى الصلاة نبيك مرت لسوي حكوية نك هاس سجاهي صلاة مرك تكن يسوي صدق كحي اللورو كبعد قبل قابل أو فكبر الله أكبر له وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويؤتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا أنت نحاضة وحاجر قفك قبل ذا وكجه سكر صلاة مرك تكن يسوي فرض كأه وحلا روا قبل ذا إناد يعني مذهب الشافعي وحير هذان حبت كاب إنه كبر جيهاي قبل ذي من مركز قاره حرك سميرها عريرك أو لوجوت كنا كل قفصة وتكنا يقص ساسوت كنا يمنه قفقة عن قبل ذي وكذا مرك قبل ذي حرب الصوت توس إلى قبل ذي أذوق بشيء بلدونا يوم مرك من مرة جرح قبل ذي قف وكذا سكر سوت كنا يه مرك بكره الله يمرك وكان صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحها في السفر سفر كالحديثة يصلي النوافل سنياش أو كنت كنجري
على راحلته قادتك وساريها هشيسا أما فرس كيسا وساريها النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة ياشا كنت كنجر إلى قرموية ومركز صفر كان لقجره ويؤتر عليها وأنا كوة رنجري وأنا كوة رنجري ووترق هبينك ما كنت كنا يوكلا إسوا قادتك سارة ممارتي صلاة ووترق كنت كنجري حيث توجهت به مركز دولة جلسته شرقا هذا يعني أما بره هو جلسته وغربا أما كفر هو جلس قلبه هو جلسته سمرت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وحكى سجان صلاة فرض كه يعني قايد كم تكن جري وصلاة فرض كه قايد دش كم تكن مس وكذا جد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان صلاة سوق شو صلاة شد صلاة فرض كه أما سنة ياشا لبس يود بوا سمجر مين وحكى بدأ ينو إنتانو دقائقين نفك وساريه قبلة وجديه هذا قارئ سارن قبلة وجد ما كوره الله أكبر بورنا يا كبر عدي نيل كسر ونيف كسر لا هذا ولا جسته سأل النبي عليه الصلاة والسلام سنة ياشك وتكجر صلاة فرد كودقيسة لما أقول يا كنت كتجاد دوشس إلا إنه يهين شيء آدم حكومينه سيد يارده هو كلاي وهذا لجوا جكر ما لقد يكريه وكنت كنا سايق يعني ميل كسر وما كأي ديار دوشس سأطوح ويه وأنا ضروري وحنا لدينا وقت في صلاة إنا دافتو أنت أسوي سيد أنت بين لقى تجايل، وكان أبوها صلى الله عليه وسلم في السفر سفرك يصلي النوافل سنياشا وكنت كنجر النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته هشيسة أما قادت أساريه النبي عليه الصلاة والسلام ويؤتر وكوة رنجر عليها نيفك دشيسة حيث ملك استوى توجهت به أولا جيسته شرقا وغربا أما باري هولا جيسته أما وغوي هولا جيسته وصلاة السنة قفك السفر كأوية علماء قيبة وحي كنت رأى وحي لأن قفك يعني أن سفر كأهين وكنت كان كرا صلاة هدو مثلا مزاجة كبحوه قاريزك يتسكاريز دوك حيسته وعلى الأسع دوك لي لكن جمهور علماء وحي ليين سفر كليا بالغوتو كان يكايز كشتر غوتو كان وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وفي ذلك أرنكاس أن شغني وصفرك يعني لو كان يهشو ماشر دون توجه سنيسو بأن نزل وحا كسو الدقي قوله تعالى إلهي قول كيسي فأينما تولوا ملكستو أدوجه ستان فثم يعني هناك ماشاسي وجه الله إلهي وجهك سويا جهد ويا وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام مروحها إذا أراد مركو دون أن يتطوع يعني تطوعي نافلي كل واسم يا شوية وكان وحها النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كل كقاركوت إذا أراد مركو دون أن يتطوع إنه كسم يسته على ناقته هشي ستشيدا استقبل بها هشا وحو رجي سنجري القبلة قبلة حقيقة فكبر وانتكبر سنجري يعني أنت أنا رقاقين بهشة وجدنا قبلة وجدنا أما قاربة صارت سفر بأخذتها أنا السنة ستاربتها سفر بعيس السنة أنا والسنة لقى هجرة دوية واحد قارب السنة سنة يجي مركز سفر كشمال كيس مركز واحد ولي هاي نبي عليه الصلاة والسلام والمركز قارب واحد يعيد جتين وهشة وجدية مركز ورق قبلة مركز وجدية بو الله أكبر من جحرنج قبلة وجدة ثم صلى كبعد النبي ووتو كنجر حيث ميركستو وجهه ركابه ميركستو ركاب كيسو ولجستو ميركستو وجهه ولجستو ركابه ركاب كيسو مركبه رسول حرنا كيري قبل الجدي كبعد وهشو ورغاغي أما قارب ورغاغي كبعد نشأ سعوتي لالسا لامي وهوذي ساس مركب سعودي النبي عليه الصلاة والسلام مركبنا مركبه رسول الجدي سقبلة وحيرتنا والليضهي سيكون سعوتينا والحيرتنا والليضهي يعني لو ذا حديث أو كذا دوره إنه صور شكله كان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام وحده ممرك قاركود إذا أراد مركو دونه أن يتطوع النبي عليه الصلاة والسلام قصنا يستو على ناقته هشي سدش هذا استقبل النبي ورجى سنجري بها هشة القبلة قبلة ورجى سنجري كبعدنا فكبر النبي عليه الصلاة والسلام حديث ذا إنه شكله فكبر وجل
حديث كان الله أرتفع كبرة النبي عليه الصلاة والسلام بلي وتكبير سنجري من لما أوران يعني وصل علنا يا إن النبي عليه الصلاة والسلام نويت وصلي فرض الظهر أربع ركعات مأموما أو إماما إن النبي كسلان قبل وجه سنجري فكبرة وتكبير سنجري إن يعني قفك كد داره نبي وحوس سنجري ولي بهذه عبادته صلوا كما رأيتمون وصلوا ثم كبعد صلى النبي ووجه سنجري حيث ملك استوى وجهه ووجهه آذه ركابه ركاب كيس قفكم مركو هاشا كنت كنا يا مرك أما قاري كنت كريس سجود يا ركوع دمك مية هل با كنت كنا سما قاري قاعد وضعت سجود يا ركوع بلا دون الصلاة ولا سجود يا ركوع بلا هذا السجد صلاة جنازة ما هي ترى الشيء يا سمك وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع أحمد الترمذي حديث كان أقول لي وكان يركع النبي عليه الصلاة والسلام من ركوعه ويسجد سجوده على راحلته قاديد كأساريها دشيسة قاديد كيسة دشيسة والنبي كل سجود جري كل ركوع جري إيماء إشارة وإشارة برأسه مدحس يعني مدحي استيري كمساريس أما شكانت مدحي مساريس وحل ربع إشارة سجود وإشارة سار ركوع وإشارة سار مركز ركوع دي سجود وكلا نبدأ ميل بجينسا وحي ويجعل السجود سجود وحو نبي عليه الصلاة والسلام كده جاي أما كده جربه أخفض ملكه صيصة من الركوع الركوع دي يعني مركو أساؤته كان يصير وركوع يصير ركوع على جاي مركز جينسا سجود سجود هو خاص من رسا يعني كل سجود المسجد قاعد كاسارنا تجس وإشارة له ماذا حالك إشارة سه مرك الركوع هي سجود وكلاص مرة سيد قف يعني فرد كنت كنا وكلا سجود كنا وكان يركع النبي عليه الصلاة والسلام والركوع الجري ويسجد وسجود الجري على راحلته كاديد كيس تدش هذا إيماء إسق إشارة برأسه مدحيسة ويجعل النبي ويير الجري السجود سجود أخفض يعني ماشي ماذا حق جالسين يا سجودة أخفض مدكه صيصة من الركوع ركوع أنت أنا وقت كوشك الصلاة بس ده لو ركوع أي لو سجودة هذا القارئ وده خاصة ما أنا سكانتي مارته أما ده حسابته كليه وحلا دونا يا إشارة ولا دونا يا ماشي الركوع ده جيسي سمع الله لمن حمد أتري سجودة وحير بكوه سمرنا سامرك وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة كان تيم القرآن تمام كل ويان وكان النبي عليه الصلاة والسلام وحلها إذا أراد مركو دونه أن يصلي الفريضة مركو دونه فريضته كذو وحي النبي عليه الصلاة والسلام قاديد كيسا بوسنياش كنت كنجري لكن مركو دونه إنه فرضته كذو ظهر بربانه تكذو النبي عليه الصلاة والسلام سفر نوايه محوسة منجري نزل نبي هو دك جري مره قاديد بصارت هاي صلاة الظهر بصوك شيء ودقيسا فاستقبل القبلة قبلة النبي عليه الصلاة والسلام قابلة جلسة ستكون جري هلو مركة دور كنتو كنتك بعد وقارقة فوشة سنياشي جتك أسيسة وكنتو يكرتا وكان نبي قوحا إذا أراد مركو دون أن يصلي الفريضة فريضة مركو ربينو تكدو نزل نبي ودق جري فاستقبل القبلة قبلة النبي عليه الصلاة والسلام قابلة جري ساس النبي عليه الصلاة والسلام كنتو كنجري marka waxa nari salaada sunnada ah qof waxa uu ku tukanaya gaadiga dushis qofka safarka ah culimada yaani fuqahaada qayb wax yiraadaan yaani ku tafriiqay wax yiraadaan safarkaas lagu tukanayo gaadiga dushis waa inuu yahay safarka loo gaabiyo salaada safarka loo gaabiyo salaada loo gaabiyo yaani safarkii hadaa aad dhuhurkii asr gaamin lahayd oo kala ba sunnaha ku tukanaysa وأما في الصلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها وحين الشيخ مركز صلاتها
إن قف وجهسته مركو تكنايو قبل هذا ثلاث فرد كأه أما كعبده وجهسته وشرط كم إذا شروطها صلاة وحين سوشي كنا مركا حوال كم إذا وقف بصلاة ده مركو تكنايو وقبل هذا كجيه سكر وحين لو مركو سفر سفر قف بسفر يهاي وسنة تكنايو وحكى لو كم إذا مركا ضيافك صعده قابك الدوام بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف صلاة اللو يقان لو تكذي قابك لو تكذي مد كم إذا واتم مرك عيدهم كرفقيه هو كالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا مرك قبل هذا عيدهم كجرو كرسيجارو تكنت لا بس في بالله جري جري صفقوا مرك الركوع وكان دموا استغنان جري مرك قبل هذا ما لنا هم عدو كاجرو سكر وجار لو تكنت جري مرك الله يستحق قالوا أما عيدهم في سفر اليوم سكر لو تكنت هذا مرك واحد مدا مرك هنا تهاي قاب مرك اللي سكوا حجرا من سكوا ويا لو تكنت له صلاة بخوص أو كشيء صلاة مرنا كتجنيس وقت جيد بقولي جميس عند رب الصلاة يعني قف صلاة إنه كتة قول الله أقول هذاي وحوي قبل الحياة كقبتي قبل النفاس كقبتي عد كلا الله ما أقول أنا دجال كوسعة أول سكود حجرا بعد تكنايا وقابلوا تكنايا كاره وحولي هاي وأما في الصلاة في صلاة الخوف الشديد صلاة عبسي ذو بضنت هاي يعني صلاة خوف لو يقانه فقد سنة وجديه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أمتي سوف وجديه أن يصلوا إن يتكذان رجالا يغصعني قياما تاكتاقا على أقدامهم لغهود كتاكتاقا أو أمس ركبانا قادت كي كنت قال لما يسارا مستقبل القبلة قبلة هو جيدين أو غير مستقبليها أما يي جيدين كما أردت لبدي عيدا بصرف اليوم ورسول الحجرابة صلاة بصوك شيء نبي عليه الصلاة والسلام وجدي ومدي يوصعون هنا تكذا يوصعون هيا بيت تكنيا حبدي صعته لسكول الحجرة بلا تكنيا مركب وحب النبي وجدي وأما في الصلاة خوف الشديد صلاة عبسية الدرنيد أو صلاة خوف كل ويقاني فقد سنة نبي وجدي صلى الله عليه وسلم لأمته ومدي سوح وجدي أن يصلوا إلى تكذان رجالا يقول صعونية جمع راجل وفي مبعاه صعونية وليه وقال لله يعني بوحل هذا بحي ذات كان رجالا ويا قياما تاكتاقا على أقدام من لغودة كتاكتاقا أو أمس الرقبان يقول قال دقال كسارا بتكنية مستقبل القبلة قبلة أجيدة أو غير مستقبليها أما يعني ميلا أن قبلة هي أجيدة أما قبلة وجهة أما يميل أن قبلة هي بوجهة ساسة كنت كنية وقال صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلطوا ما كي يستحق لها أسكد حياعه ودقال كي سعوده فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس قف دقال كي حبدي وسعود السجودة يا منجلو أما الركوع يا منجلو صلاة دي بحرت غفكو لكن واحد بحر نغنية تكبير الله أكبر إشارة بس إذا اختلطوا مركز يستحق لان عيدنك عيدنك مركز يستحق لان إذا قال لما يضيق سعده فإنما هو التكبير وحكى لم أرنكم ما هو التكبير كليا يو الإشارة بالرأس مدح الإشارة والركوع لي إيو يسجود يح مركز وقاب كاسح حالة ده كم ده حلية ضيق سعده سعده معناها قاب كم ده قاب كلوتو كده نبي عليه الصلاة والسلام ساسو جديه salaadii ina waqtigeedi aad dib uga dhigto oo wax lagu tilmaamay in halaag helis waylu lil musallin dadka tuganaay hoog ee halaag ba usmaaday alladina ma an salaatihim saahun waxa lagu macnaaya alladina ma an salaatihim saahun alladina yuakhiruna as-salaata an waqtiha aw kama yaani qalu kuwa dib uga dhigaya salaada waqtigeeda ba wax la hoog ee halaag ku dhacay wa tuganaaya laakin waqtigeeda dib uga dhigaya صلاة دجال بس صعدة صلاة وقت كذا بس صقل إذا صلوا تكناية إذا اختلطوا مركي يستحق قالان عيدا كيف إنما هو تكبير أرجوه نغني تكبير الله أكبرتي يول إشارة بالرأس مدح ولا إشارة يركوع ذي سجود ما له بنا يعني أو دقاقه يأجب بدل شك استأصل ما يسون صلاة ما كجتها وكان صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام فهم مثل هذا ما بين المشرق والمغرب قبله
نبي عليه الصلاة والسلام وحور رنجري ما بين المشرق أنت ورح يسقر رح كصباحا والمغرب يقرأه دعاء أنت ورح يسق قبلة قبلة وين مركب حيل هذا العلماء ذو هذا نروح كنت سيد بقفك يعني مقيم كأوت أو شوقة وأين الدلال لي ماذا قبلة دي إن حاجة وجسته الدلال لي ماذا وياه لكن قفك السفر كهبة وضي وحكهبة بمشي كحكتي قبلة دي فواحد اللي يجري فما بين المشرق والمغرب قبله انت اول حيسه وكدغانايه وانا ددك بيرا علماء لا جهده ان مغالده مدينه لان قبلته وهي كحيته وقويه انت اول حيسه قرح كسو بخ قرح ودعه انت اسو توين كرا لكن ودمه واحد جرى معناها قبلته ابن عك لك جرت مثلا ابن عك قرح كبخ كسو بخ كلو جرت قفكاس يعني ما بين المشرق والمغرب حكم له wa magalada madina loo yaqaano iyo inta la jeex deenaa sidoo kale inoo nool ma beerno inoo qurax ka soo baxa iyo qurax u dhac dhaxood oo tukana ma bayna mashriqi wal maghribi qibla maxaa dhacaya marka hadii aad safar tahay midalan oo qibladii ka wareerto oo aad iska tukato hadiis kaan baa sheegay jaabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu waxa uu leeyahay in وقال جابر رضي الله تعالى عنه جابر وحوي جابر بن عبد الله وحوي يري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا نقول لجوجني نبي عليه الصلاة والسلام بانو معي ساهين في مسيرة صعد لجوجري أو سرية أما عيدا قوسا دولان كما كل قاده نبي عليه الصلاة والسلام دولان كأوراع يسوع غزوة لوريان سيدا قزوة البدر وكله قزوة الأحد وكله لكن مركو عيدا دروا يسوق وعيدا هذولان كقاعدان سريع لين هذا من وان لسكيرة دجال كنا ما نسي سريع لسكيرة سوت مرة النبي قال سعدان كنا وحنا وهاي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مع عيسى أيام وهاي النبي قال لسعدني في مسيرة سعد من النبي كل جرني وسفره أو أما سريع عيدا بانو هذولان وسعده النبي قال لسعدني فأصابنا وحنا أصيبا أن هلا غيم ضرور بنا شيء إركي أربعة مذوب هذه ميل وحكاية جرا مجرنيس فأصابنا وحنا أصيبا نقول بعي غيم ضرور مركي عليكم مذوب هذا ويا فتحرينا وان دالنا بلنا قبضه الله هبل وحيد حق الله تكنا ما يحق ويا دال بلسمي فاختلفنا واختلفنا ونسك خلافنا في القبلة قبلتي قولوا واحد الحق أن تكرين قولوا واحد ما يقبل الحق ويا صمارتان فصلى ووت كذا كل رجل منا قف كست أن نجا نجمد ووت كذا على حدة كاركيس ووت كذا مركل السوق خلافي قبلتي وقف ويا الحق ويا قف كل حق ويا يري نبي عليه الصلاة والسلام صحابي وحول لي مركل وحن ووت كني قف لي بوت كذا ماشي مركل سووا ملاي أمرنا أي إن لو تكذا فصلى ووت كذا كل رجل منا نكستو أننا نجمد ووت كذا على حدة كاركيس ووت كذا فجعل وحي يا أحدنا قف كي وحي بلا بيخط إنه جحيو على مد يعني على مد وصايو جحيو بين يديه هرتيسا لنعلم سانو أجانه مركو واجو بريو أمكنتنا بوسس كنجي نقول مش ووت كذا هذا مركو حاجة أوجستي هرتي سو حلق حرقة سو قرط مارد بري مركو واقو بريان وحلق خلدنا يوم صحصنا ليش قلت كناي فجعل أحدنا وقف كنا وثو بلا بيخط إنه جحا يحرق يه بين يديه هرتي سا لنعلم سنوجا إنه أمكنتنا بوس كنا جي أنت كني قفل بوس كنا قادم فلما أصبحنا مركان وابري سني نظرنا هو نؤجني قرط واقو بريبا قفل بقفل أجي ماشي حلقت كذي، فإذا نحن صلينا مثلاً نوح حلقت كني على غير قبلة، قفل بوحلقت كذي ما لا قبلة قبلة ذي موت كذي، على سبعين مرة، صلاة من صلاة فردهت، وما هي من لقته كناي منها، لقته كناي ماها، كذا دوشيس، صلاة فرد كان وحنا نري، قفق وإنه جست قبلة وشرط وشروطها صلاة كملة، هديو حتى أقرن وين تدانوا ويقفق. فلما أصبحنا مركان وابريسين نظرناه وانو إيقني فإذا مساء نحن أنه وحن صلينا أتكني على غير القبلة قبلة ملانهين
فذكرنا ذلك أركاس بان أشيغنا للنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام الله أشيغ فلم يأمرنا نبي نما أمر بالإعادة إن سعلنا صلاة وقال وحيري قد أجزأت وإنك قدي صلاتكم صلاتين صلاتين سعي بايت يا يا بو ها واح لغا يا با أساس بربها لكن سيدا الليل متقنا شرح معناها واح لغا يا بين قوسن أيهين ملقار دقن معناها سفر كما كان قجر ومعناها عيدن وقلي هل ملابوه دقجر فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أرك أشينا فلم يأمرنا بالإعادة نبي عليه الصلاة والسلام ما أمر علس ما أمر وصلاة سؤالي مورا وقال وحي قد أجزأت ويقدي صلاتكم صلاتيني مرك هذه أد أتوكتو أنت أدداشو أبادي إمالها جوكتو قبلتي أنا قرام ويدو وأد أتوكتو يعني مالا قبلتي أهل أتوكتو مدك بعدي أحبا سؤال مسمك أحبا سؤال مس صلاة صلاة كتكتي جوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا كان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ونحن سوشكنا من كسو جرني نبي عليه الصلاة والسلام إنه أمري إن قبل الله تكذب وحنا نوصل دمية حديثك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هبن مقدية تكذان وحوله الشيخ وكان وحها النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من أتكذا نحو بيت المقدس بيت المقدس حق هذا أي النبي عليه الصلاة والسلام أتكنجري والكعبة بين يديه كعبدنا أهرتي زايد وحنا الشيخ ضاي مدو إلى لحية تنصنو إحنا اللي حيتون بلاد إلى تدوبي تون بلاد حيث النبي عليه الصلاة والسلام أما ضد كمسلمين تأوتوا كنجرين لين علوا يقانه بيت المقدس النبي قنوا وجعلا إن لود جدي كعبدا تيبوا كهلا يا شيخو مرك لود جدي النبي عليه الصلاة والسلام كعبدنا أوقت يهود يضد كي وضد كاد جنا إلى إمارة بوق كينا إلى أن ولي سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إله سبحانه وتعالى ليه هاي دتك من جابك أهي وح إليهن حال لو جدي لكن الله سبحانه وتعالى سجى يقان سجى لما الكستا وكان يصلي نحو بيت المقدس نبي عليه الصلاة والسلام وهو هامد كذا بنك بيت المقدس وقبل واحد الكعبة بين يديه كعبة نهرتي سايهيد قبل أن تنزل هذه الآية إنتن آية السودجين
قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام أذ بول والجري وجع على انقبضة لقبض لك عبد الله بدله الله مركوح عليه. قد نرى وان أرنا تقلب وجهك وجهك قد قدوم كيس في السماء وكر يسمى قد قدوم إلهي سبحانه وتعالى كر جينا يوم أما إلهي سبحانه وتعالى كبر يقف إن لو بدله كعبده الله وحي فلنولينك وان كو جيدنين وان كو جيدنين قبلة قبلة ترضاها قبلة أرادك طيبا كو جيدنين فولي وجهك وجهك وحك وجيدسا شطر المسجد الحرامي مساجدك خور مضر الحقيس لن عيسى وجيد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مجوغة مكة هذا واحد من واحد رب القفك هذا مجرد ما كنت جوجه وأركى يا كعبدي وحواجب وعينت كعبدي مقف وجسته لكن هذا كم قيها وسما كنت جوجنا كلا لنعاس أي كعبدي كنت تقف وينو كده داره مركب وحي فلما نزلت مركب سودك تي أيضاني استقبل الكعبة نبي عليه الصلاة والسلام كعبدي وجست وحوجست مركب وحي كده ما ينوت كده لنع كعبدي فبينما الناس جردت كأي بقباء أي قبة جوجان قور صباح هيد بالليل مركز صلاة للقلب هيد بالنبي يعني بلا بين حق كعبة وجهسته مساجد كان قبل لو يقانه لا الله بكيلو متر حوالا كفك يعني مركز مساجد كي يعني مدينة دت كنت كنا يصلاة صباح بانين أرض يا أتقي مركز هذا عيد كذا بالليل بيت المقدس قال شو الخطأ وقوله يري كعبة وقال بدري نحن حكوا يعني قبل وقال بدري نبي القرآن بكسر تقي salaadii oo ku jira ayay soo kala wareegan markii aan ku soo wareegay tiimo timamaya wuxuu leeyahay tabayna wan nas goor dadku bi quba ay quba joogan masaajid quba loo yaqaanay fi salaati subhi salaadi subhri la tukanay dhaxeeda id jaahum waxa u yimi aatin mid soconaya baa u yimi faqala markaas wuxuu yiri in rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga alayhi salaatu wa salaam qad unzila alayhi waxa lagu soo dajiyay al-layla aw ama habeenimada waxa lagu soo dajiyay quraan oo quraan baa lagu soo dajiyay waqad umira nabiga waxa la amray an yastaqbil alka'bata ka'bada nabiga uu qaabilo u jeesto ala hoy tado fastaqbiruha idinkuna qiblada u jeesto hal nin baasasi intu yimi salaad ku jira wa kanat wujuhuhum wajashud markaas waxay ahayd ila sham sham baa u kanay baytul maqdis baa u kanay fastadaru way wareegan marka wa soo wareegan أمر كبيقاته هل كان أوليين واستدار إمامه إمام كودنا ووريقي حتى استقبل بهم إلا ودتك ورجيستي القبلة قبلة دي سمرت ما قال لك قادرني حديث يقفت هل كنت كنا يكن بعد عرقتي إنا سو ورجسو حق ورجسو يعني سلاة ديسي كما جب المرك لا سو ورجسي سلاة ديسي كما جب وحال لك قادر قف القف الوكر سوني هاي خبر كيسا إنه أحكام كبس مثل القادنا يكن لأن هالكاس أيمي يجو سلاد كجرة يعني وح وش يجي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذي إن لجبت لي أول شام يقول تكجى النبي لكن ساك وح تكنا يمشي لو يقامه كعبة أي ذكنا وريج سدي بوريج فلما الناس الأمريكية سودك تي آيات هذا عن شيء نبي هيد خنرا تقلب وجهك في السماء استقبل الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام كعبة بوجهستي فبينما الناس ذكي dadkii hore ugu tukan jiray Baytul Maqdis oo geeriyooday intan kacbada wareejin Allah wa kaalo ama kan Allah li yudi'a iimanan ayada akhraya sayqulu sufaa'u min an-nasi Allah mar ka soo hadlay ama kan Allah li yudi'a iimanakum salaad diini ilaahay mar ma dayacay hore atu katay sama salaad ka soo xukun maray Allah wuxuu yiri iimanakum فبينما الناس بقباء بردتك قباء جوغان في الصلاة الصبح الصلاة الصبح دحل هذا إذ جاءهم آت وحاوية مس عنايا فقال مركز وحيري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه ليلة حبيك وعاوي وحكسه الدقي قرآن وقرآن وقد أمر وحى الله أمري أن يستقبل الكعبة كعبة وجهست النبي عليه الصلاة والسلام ألا فاستقبلوها إذ كنوا وجهست وكانت وجوههم وجياشود وحي أهايين وجهدين إلى الشام بوجهدين يعني كعب حبتو كنايان بيت المقدس فاستداروا ووريقين واستدار إمامهم إمام كودن ووريقي حتى استقبل بهم ذاتك لأولاد جيستي القبلة قبلة أولاد جيستي
انت او حكي قصوا هذا مركز شيخه كعبده هي قبله صلاه اللوجيست انه شرط من شروط الصلاه تحي واحنا شغلنا شروط شرطياش اما شروطها صلاه لبي او كلا قادن علومه سيده فوق هذا الشافعي لو يقان يعني شرط او وجوب الصلاه شروط قف كو واجب صلاه واجب كن نكون شرط لا ربا سيده اسلام نمدي يقان غير نمدي iyo shardi oo hawaya saxda salaada qofka salaada ka saxayso wa shuruud aan loo yaqaan istiqbaal qibla oo kale iyo yaan taharadi oo kale al ilm bi waqti salaah oo kale saaso kale al qiyam istaagi inta aad ku kaalla salaada istaag lagu tukanay qiyam kuna istaag lagu tukada waa rukni min arkaan salaada kala duwan mark istiqbaal qibla waxa uu waa shardi min shuruud salaah qofka ka saxayso laakiin qiyamku وركن من أركان الصلاة. أدو صلاة دو حين كهذا نفرت كاه. أدو استاق أو هذا فرد كنت كتو. رجعت حبك مجرى. أدو فرد يعني استاق أو هذا صلاة فرد كاه. فرد كمت وين كرتت. أما صلاة السنة هي يعني فرد وكنت كتو. القيام استاقي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وحها يقف فيها يقف مد استاق فيها صلاة هذا قائما حاله متاجا في الفرض صلاة فرد كاه. يوت تطوعي صلاة السنة ضعه ائتمارا نبي يسوع فرتوما يكون رغمية بقوله تعالى إلهي قول كيسيها وقوموا لله قانتين عن أيد أوران سحافت على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا ركبانا إلى آخر آية نبي عليه الصلاة والسلام يسوع كل رغمية إلهي قوم قول كيسيها وقوموا استاقا لله الله سبحانه وتعالى استاقا قانتين إذنك خشوصا ama aamusan dabada waru maray oo culimadu waxay yiraahdaan waagu hore salaada ma taqaana markii la tukanaayo hadalka banaana qof baa soo galay saf lagu jiray wuxuu leeyahay min qariicada tukateen kana wuxuu leeyahay laban marayna saas ugu xiran jiray ila aydan soo dagtay macnaha waqoomu lillahi qanatin istaaga allah subhanahu wa ta'ala istaaga daradis qanatin idinku ah kuwa aamusan an halayni marka nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu salaada tukanaayo uu istaagay فرض كي السنة دي سو آية قادنا يا وأما في السفر لكن مركز سفر كالوجرو قيام كمركز وحي نري ما نربى لقى تقيا سلا هذا فرض كأه قف هدو أوضا مرنا كتقي ماي قيامك قف أوضا إنه سلا هذا فرض استه كنت كذا هدو فرد كنت كذا ركني من أركان السلا هذا ما شمر أركان السلا هذا منها ركن ويا قيام ركن ويا قراءة فاتحة ركن ويا ركوع ركن ويا ساسو كذا وأما في السفر السفر كي فكان وفاه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته النبي عليه الصلاة والسلام كنت كجري راحلة ديسا النافلة سمياش وأنا صوش رحني وكسو هذا وسن النبي وأجري لأمتي ومديسا أن يصلوا إنا يتكدان في الخوف الشديد يعني عبسلو مركي درانتها صلاة خوف اللي يقان على أقدامهم لغوهوضا إيوه كسعنايا أو ركبانا أما يو قادي ساراً كما تقدم سي صور مرتي سي صور مرتي ذلك أركاسنا قوله تعالى إلهي قولك سوي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا إلالية على الصلوات الصلاة دي دمانتوا إلالية يو الصلاة الوسطى صلاة دي إلالية ولما مركو حكوا معنا يقول بدئيهين صلاة عسك الله يقان يقول بدئين قارب الله شري صلاة دي انت عام الله شري قبل ايضا خاص الله شري حافظوا على صلوات بلي صلاة دي كذا عام بالله شري يا مركو خاص بالغرق وحلي وصلاة الوسطى صلاة عسك صلاة عسك كان وحيال بدل مكسور وحكم ده نبي قول لي من تر قول لي هي من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله قفك صلاة عسك تكتا وحل من يقف أهل كيسية مال كيسية حولس للنفسي آيات حديث كلا وحل يقف كعصر وكتقع فقد حبط عمله عمل كسوا بور فقد حبط عمله عمل كسوا بور قف كعصر كتقع من سل البردين دخل الجنة قف كت كذا لبد قبوبة جنة وقلا يكون معنا يعني علمه صلاة الصبح هي عصر والصلاة الوسطى صلاة الدحين الإلهية وقوموا لله الله استاق قانتين يعني ساكتين نكو آمسن فإن خفتم هداد بغران ودقال إماده فرجالا يعني فصلوا رجالا وحاتوا كتان إذنكو سعونايا أو ركبان أما قادي تسار فإذا أمنتم مركا آمن نقطان ودقال كي استاقه
فاذكروا الله الله سبحانه وتعالى كما سيدي علمكم الله إذين بري ما لم تكون وحيدا هين تعلمون كوي غان مركا يعني وفق كسور ريدا يا صلاة القيام كمركو الشيء والنبي تكنجري أها صلاة فرض كاي كنت تكنجري صلاة سنة ذبا بوفق كسارة يكوى والنبي عليه الصلاة والسلام إن لقته القيام كي وأمري وأنا صلاة ها سنة ذا وين سفر كيف لم تكن وصلى صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام موت كذي في مرض موته جريديسا جريدة وكجري يعني جريدة قد مناي وحن كوضع يعني حنون كن نبي قد مناي حل لقاس بو نبي قد كذي جالسا سوى فرية صلاة مركة فرط كأه وحي نوري لو قمت كن كرقف سوى أود استاك لكن مركة قف جريني هاي فردي بكتو كناي هدانو فردي أود جيف بكتو كناي مرنا قفك لقاع فين ما الصلاة نكتبه وصلى صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام موت كذا في مرض موته كيرديسي حنون كذي لحديث النبي قفه كنت كذي جالسا فردب النبي عليه الصلاة والسلام كنت كذي وصلىها سيدة سوكال النبي قوات كذي كذلك أرسى سوكال مرة أخرى مركلة أي النبي فرد كنت كذي قبل هذه الحين وقت كان حل كهرية مركلة نصوش شغني ومرض موته كجري markii hore nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday fadhi ku tukaday tiina waatan istaka nabigu waxa uu sadaay wa sallanna sudadki baa tukaday waraahu gadaashisa qiyaaman wa sallanna sudadki way tukaday waraahu gadaashisa qiyaam iyo taagtaagan fa ashaara ilayhi nabigu wuu ishaaray an ajlisu ila faristan nabigu fadhi ku tukanaya salaadi faradka ahayd bay ku xirteen nabigu wuxuu amray inay faristan فجلسوا وي فريستين فلما انصرف مركو النبي صلى الله عليه وسلم كبحي وقال وحجري ان كنتم انفا هدايا واحد سكتين لا تفعلوا لنا سميستان فعل فارس والروم ولدي الاورنجري الرومانيين يو فارسين تا بيرشان كنيم الاورنجري وحي سمين جيرين ان سميستان بعد كسكتين ومحيتا محي سمين جيرين يقومون على ملوكهم يقومون ويستاجن على ملوكهم بقرودو دوشو استاجن وهم بغرضنا قعودنا وفرفرية يعني كبر يسمين جرين بغرض وفرفرية كبر أو قفر يسنك نعم جرين يعني كبغر كبر كيس مرك قف كستو يما التاغنان يا مرك سائنا سميسان نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حيالا قالوا يسمين جرتي أوردن مارتي برنام كوني جري معاذ نجوان ميوها من كيمي نلقى أن تقصوا مري سوء السعين نبي قلوا سجودي سوء حرك جري سوء مارتي بغرضا لو سجوده نبي عليه الصلاة والسلام وانكري وحويل هدي أن عد أرن لها إنه قف سجوده هوين تنور لها نكذا نو سجوده يعني حق وكل يأوت كلما أقول قف قف سجوده فلا تفعلها سميننا إنما جعل الإمام إمامك وحى الله يلي ليتم به إن لبضى يده فإذا ركع مركو الركوع فاركعوا الركوع وإذا رفع مركو الركوع لكسوك عنه فارفعوا كسوك عنه وإذا صلى جالسا هذه إمامك فردي كنت كذا فصلوا تكذا جلوسا فردي كنت كذا أجمع مرمان يعني حديث كان صقع أهي أنت ضم وحلا ضحى قفك إمامك أو فردي كنت كذا إذا كنا فردي كنت كذا وإمامك أو فردي كنت كذا قفك سن فردي كنت كذا لكن العلماء ما ركى كهل ليان ويكلا صار يعني قارها مذهب كله هي قارش في يده وحب الله يقف وهذه إمام فرد كنت كان أيه قف قدام فرد كم توينكروا وحواجه كانوا يستاجوا وحنا درشنا يا حديث تم وعائشة رضي الله تعالى عنها لهذا هاي نبي عليه الصلاة والسلام يعني مركو لمن يجي رده لمن بقربها سوقتي نبي صلى الله عليه وسلم ماشي بلا فريسي أو بكر نو تجنا سحبا نو تجنا سيد النبي كنت كذي دت كنا كده كنت كذي ما دام الساس قدام يسي سداس أي صح أزعل لي ما أصدق راجح ويان وإمام كنت فردي كنت كده دتك فردي كنت كان ما يان استاجب كنت كان يا ما دام حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام آخر حياتي وهو سال سمي لكن حديثك وحكى ولا قاضنا يان يعني إمام كله مركر فإذا ركع فركعوا مركو الركوع الركوع وإذا رفع مركو يعني كسوك الركوع إذا فرفعوا إذا كنا كسوك أنت مركو كسر دبي قيامك عن الله يحلق عشاء لجاري صلاة المريض جالسا قفك جيران يا فدغي سو كنت كنا يو بينو كا قادونا ان شاء الله تعالى بين دمه والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم
وجزاكم الله خير والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.